أهلا بكم مرة تانية أبطالي. طبعا انتظر يا ابطال كده، ايه يعني ايه دقيقة كده واحدة كده كمان قبل الناس ما تدخل. في حد عنده اي استفسار بخصوص اللي خدناه في الحصة اللي فاتت؟ عايزين نثبت، أسأل طبقة كده أشوف الناس مركزة معايا ولا لأ. ما المقصود بكلمة الوراثة؟ اتفضل يا دكتور محمد. الوراثة تعني انتقال الصفات من الآباء أو الأمهات إلى الأبناء أو البنات. ممتاز، أشكرك يا بطل، شكرا ليك. طيب نسأل سيف سمري، هل تنتقل جميع الصفات الوراثية من الآباء والأمهات إلى الذرية؟ لا، ممتاز، أشكرك يا بطل. طيب أسأل سؤال لعمر، عمر محمد، معايا عمر؟ ايوه معاك. قول لي يا عمر، هل يمكن تغيير الصفة الوراثية بعد الولادة؟ لا، ممتاز، ممتاز، شكرا ليك يا عمر. نسأل مين تاني البطل؟ عبد الرحمن، دكتور عبد الرحمن. عبد الرحمن، نعم يا مستر. هل الصفات، احنا سألنا كام سؤال كده مش عارف سمعتهم ولا لا، هل الصفات الوراثية دي بتكون متطابقة تطابق تام في الذرية أم لا؟ لا، ما بيبقاش متطابقة، بس هي بتبقى نقل بعض. متشابهة صح؟ لا انا فاهمه يا مستر. لا، ما بتبقاش حاجه متشابهه، ما يبقاش مثلا، يعني لو مثلا قول، لو القطه، لو كده ام القطه الام قمت قصصت لها ضوافرها او خليت شعرها ارعم، مش معناها ان هي القطه هتبقى لما هتكون ديت هتبقى قرعه وما عندهاش مخالب. لا، هتبقى عندها شعر ومخالب. تمام. انا اللي اقصده ايه في السؤال اللي سالته لك بالتحديد، ان هل يا ترى الابناء، هل يا ترى انت شبه بابا بالظبط؟ لا. لا، مش شبه بالظبط. انا بدي مثال على انسان اهو، هل يا ترى في حتى القطط ممكن تقول الله ده شبه مامتها او شبه باباها، بس ليس تطابق تام، يعني ما فيش تماثل، يعني حاجه اسمها التماثل يعني تطابق بيقول 100% يعني. في حاجة اسمها تطابق لما يبقى 100%، يعني مثلا حتى في حاجة. لا يا بص يا دكتور عبد الرحمن، حتى التوائم المتماثله، التماثله هي تماثل في الشكل كده، ممكن تلاقي اثنين شبه بعض، توأم مولودين مع بعض، بس في اختلاف بينهم في حاجه معينه سبحان الله. ممكن لا، وفي العقل وفي الأفكار وفي الحاجات ما دي. شاء الله عليك، ممتاز كده. هل يا ترى هم شبه بعض من بره لا لدرجه كبيره؟ هل يا ترى تفكيرهم واحد؟ لا، ممكن تلاقي لا، واحد اذكى من الثاني، ممكن واحد اتفضل. في ممكن مثلا يا مستر يبقوا شبه بعض الاتنين، بس يبقى واحد مثلا بيبقى طويل شوية والتاني صغير ممتاز، ممتاز، شوية. ممتاز، تمام. طيب أسأل سؤال برضو تاني لمين؟ عايز الناس ترفع ايديها كده وتشارك معايا من غير ما انا اقول. طيب يعني الناس ترفع ايديها تقول لي اه يا مستر عايز اشارك معاك اسأل واتكلم. ناخد عمر خطاب،
الصفات الوراثية بتنتقل من الأب فقط أم الأم فقط أم الأب والأم كلاهما معا؟ الصفات الوراثية كلاهما معا. تمام، يعني ممكن يلازم من الأب والأم، تمام، ممكن تاخد صفة من الأب فقط وممكن تاخد صفة من الأم وممكن تاخد صفة من كلاهما. أشكرك يا عمر. تمام، في حد أبطال قبل ما نخش في التمرين اللي بعد كده عنده أي استفسار أو حاجة مش فاهمها في معنى الوراثة دوت؟ اتفضل يا شهاب. شهاب يا شهاب، نعم. طب ممكن تعرفني معنى الوراثة يا شهاب؟ انت حضرت معايا من البداية ولا ما حضرتش من البداية؟ معنى غير حاجة ما تتغير، لأن المراثة لا تمنع أي شيء. تمام، انت عرفت مع تعريف يعني كلمة وراثة؟ لو حد سألك ايه اتخذت النهاردة مع كلمة وراثة، تعرف تقول له يعني ايه وراثة ولا ما تعرفش؟ ها يعني ايه وراثة؟ لا تمنع أي شيء لا مش وتت... طب اسمعني يا شهاب كده، الوراثة هي انتقال الصفات من الآباء والأمهات إلى الذرية الأبناء، يعني انتقال الصفات بعض من الصفات وليس جميعها، انتقال بعض الصفات من الآباء والأمهات إلى الذرية. الذرية يعني مقصود بهم البنين والبنات يعني. تمام كده، عرفت معنى الوراثة؟ شكرا ليك يا شاب. طيب انا عايز واحد بقى شاطر قبل ما ننتقل للتمرين اللي جاي اللي فات يلخص لي النقاط اللي انا اتكلمت عليها. يعني سالت كل واحد سؤال فردي، قلت له سؤال وجاوب عليه، صح كده؟ انا عايز بقى واحد شاطر كده يقول لي النقاط كلها اللي هو استفادها من الحصه الاولى مع بعض. يلا مين يقدر بقى؟ مين البطل اللي يقدر يقول لي ايه اللي استفاده؟ كله. ها اتفضل دكتور محمد اسماعيل، استفدت ايه؟ إن القطط لما تولد أحيانا تولد 2 إلى 5 قطط المرة ماشي. الواحدة. احنا عايزين نتكلم بصفة عامة يا دكتور محمد وليس مثال القطط يعني، ماشي؟ يعني كلمني قول لي مثلا ايه ان الصفات الوراثية ما تنتقل ايه جميعها ولا لا تنتقل جميعها؟ لا تنتقل جميعها. يبقى دي أول نقطة بصفة عامة، سواء كان بنتكلم على الإنسان أو حيوان أو نبات، نقول كده نعمم إن الصفات الوراثية لا تنتقل جميعها إلى الأبناء، تمام، وينتقل بعض منها. طيب ايه تاني ممكن نقوله؟ الصفات الوراثية من الأبناء والبنات بياخدوها من الآباء والأمهات. تمام. طيب ايه برضو من الأجداد، عشان الآباء بياخدوا من الأجداد، ونحن ناخد من الآباء. تمام. طيب نقول ايه تاني برضو، ان الصفة الوراثية يمكن تغييرها ولا يمكن تغييرها؟ لا يمكن تغييرها بعد الايه، بعد الولادة. ها بعد الولادة. تمام. ايه تاني؟ ان حتى برضو هنعرف معلومة ان في الجماعة الواحدة، يعني مثلا ايه بياخدنا مجموعة جماعة مثلا قرود مثلا، هل يا ترى كل مجموعة القرود شكلهم شكل واحد؟ هو يبدو من الظاهر كده ان هم شبه بعض، بس في اختلافات ولا ما فيش اختلافات؟ في اختلافات. في اختلافات. شكرا ليك يا بطل. طيب يبقى احنا كده الصفات طبعا قلنا الصفات الوراثية صفات ايه؟ جسمية. صفات ايه؟ جسمية. يعني ايه جسمية؟ يعني مش هاخد انا يعني برضو ممكن بابا يكون دكتور في الجامعة وماما مهندسة مثلا، لو أنا هل يا ترى لازم أتولد أنا أبقى مهندس أو دكتور؟
مش شرط طبعا. ليه؟ لان ده ما بيدخلش في الوراثه. امال يدخل ايه بقى؟ في صفات مكتسبه من البيئه، في حاجات انا صفات بتعلمها من البيئه، صفات حاجات انا بتعلمها من البيئه. تمام. ليه؟ ممكن نلاقي واحد مثلا والده مثلا ميكانيكي، مش عيب ان هو يكون ميكانيكي مثلا بيصلح سيارات، ويطلع ابنه هيطلع ابنه ميكانيكي؟ لا مش شرط، ممكن الولد يتعلم وتعليم كويس ويجتهد ويبقى اقول انا عايز احسن من بابا كمان وابقى في مكانه جميله ويطلع دكتور مهندس. تمام. يبقى دي صفه مكتسبه وليس صفه وراثيه، ان هو بقى شاطر وطبيب او مهندس او وزير او حتى او ناجح يعني في حياته ورغم ان والده عامل بسيط، ده ليس له علاقه بالوراثه، ليس له علاقه بالوراثه، انما حاجات صفات بيتكتسبها من البيئه المحيطه. سامعيني يا ابطال كده؟ بيكتسبها من البيئه الايه؟ المحيطه. تمام؟ يبقى الوراثه دي يا سيف اللي بتفتح الكاميرا ومش مشغول بالكاميرا لها علاقه بالصفات الجسميه. الصفات الجسميه كشكل مثلا لون العينين، شعر، لون الجلد، ملمس الشعر، شكل الانف، شكل الاذن، شكل الوجه، البنية الجسم، كل دي صفات موروثة يقدر الآباء أو الأمهات ينقلوها إلى أبنائهم بدون إرادتهم برضه، بدون إرادتهم. يعني مثلا بيقول مثلا الأب بيقول لا ده أنا هخلي ابني يبقى لونه أزرق مثلا يعني زرقاء، أو الأم مثلا أخلي البنت مش عارف شعرها كذا. لا دي ليس الإنسان تدخل فيها، ولا يستطيع أي إنسان أن يعدل أو يستبدل أي صفة وراثية، لأن دي ربنا سبحانه وتعالى خلقها في داخل الخليه في الانسان. الانسان ليس له تحكم فيه. طيب تعالوا مع بعض كده بعد ما استفدنا، اظن اتكلمنا كتير في موضوع الوراثه، تعال ناخد تمرين بقى كده يعرفني هل يا ترى في وراثه هنا كده؟ طب نعرف هنا بقى ايه اللي هم الكبار والصغار، نعرفهم منين يا مستر؟ من الوراثه، من الشكل الخارجي، من المظهر، صح كده؟ تعالوا نشوف كده أول واحدة محلولة. ده طبعا الفهد كده، ده الفهد، يا ترى الكبير ولا الصغير؟ ها ناخد مين يشارك معانا كده من الأبطال؟ أنا بس اللي زعلني اللي فيه اتنين رافعين إيديهم فقط بس. ها أحمد عصام رفع إيده، أيوه كده، أيوه كده يا أبطال أحمد عصام. ده شكل الفهد الكبير ولا الصغير يا أحمد؟ الصغير. يا أحمد بص كده، ده صغير كده، ده كل ده صغير؟ امال ده ايه؟ لا كبير كبير. ده شكل الفهد البالغ او الكبير في الايه؟ الاب يعني. تمام. فين الابن بقى يا بطل؟ الابن الابن جيم، رقم جيم. تمام. يعني هنا في غلطه في الايه؟ في الكتاب، هو كاتبها ايه؟ باء، المفروض هي ايه؟ المفروض هي جيم، المفروض اللي هي جيم، معلش انا بنصلحها دي. طيب ده ممتاز كده، ملاحظتك قويه. عرفت منين ان ده ابن دوت؟ عن طريق ايه؟ عشان الفهد الكبير منقط، صح كده ولا لا؟ في نقط، نقط سوداء كده، واخد نفس صح الشكل كده بتاعه. شكرا ليك يا بطل. طيب تعال ناخد النقط رقم اتنين كده، وناخد زميلنا مين البطل؟ عمر خطاب. يلا يا عمر، ده شكل ايه ده يا بطل؟ ده الكبير ولا الصغير الاول؟ ده القطه الكبيره. القطه الكبيره. تمام. القطه الصغيره تبقى فين بقى؟ الف. القطه الصغيره تبقى جنبها باء. باء يعني دي قطه صغيره كده. لا رقم اثنين هي الكبيرة، ورقم باء هي لا رقم واحد هي ألف هي الصغير. يعني ده الأب ده أو الأم يعني، وفين الابن بقى؟ ألف. الابن ألف. ألف، ممتاز. تمام. عرفته منين؟ لان هو حجمه صغير ودايما بشوفه في الشارع وحافظه كويس. لا من الشكل، احنا بنحكي، احنا عرفنا ان ده
شايف الخطوط اللي على الراس بتاعت القطة عاملة ازاي اللي نازلة دي؟ شايف المنظر ده؟ شايفها؟ شايف الخط اللي تحت الرقبة الأسود دوت؟ شايف الخط ده؟ أهو أنا لاحظت الخط اللي تحت الرقبة موجود في القطة ولا لأ؟ تمام، شكرا ليك يا عمر. لا ناخد حمزة، اتفضل يا حمزة. طبعا يبقى إيه؟ ها؟ نعم. فين بقى ده؟ إيه الأسد ده ولا إيه ده ولا؟ مين ده؟ ده الأسد الكبير ولا الصغير؟ ده هو الأسد الصغير. ده الصغير، كل ده صغير؟ لا لا استنى عشان شكله حسن مختلف شويتين. لا ده هو الكبير كبير. الكبير، يا ترى الصغير فين بقى؟ الصغير به ب ولا د؟ ركز كده شويه، بص كده في وشه كده، ايه ده؟ عايزك تبص ده كتير. ده ده صح كده؟ تمام. طيب تعال بقى نيجي لاخر واحد، طبعا خلاص رقم اربعه اللي هو تقريبا النمر دوت. ها نفس اللي هو ايه ب اللي هو ايه الطفل ايه الصغير بتاعه. يبقى اتعلمنا من التمرين ده اللي انا بحكم على الاباء والابناء بانتقال بعض الصفات الوراثيه موجوده، ببص على الاب او الام وبعرف شكل الايه الابن. تمام كده؟ تمام. تعالوا نقرا مع بعض كده الصفات الموروثه وامثله ليها. امثله، بيقول لي اقرا وتعلم الصفات الموروثه. ناخد منا مين بقى يقرا معانا كده؟ صوته حلو في القراءه، مين؟ عبد الرحمن. دكتور عبد الرحمن نعم يا مستر. انت معايا ولا نمت؟ لا ما نمتش. طيب تمام. ها الصفات الموروثه بقى، تعال شوف تعريفها كده ايه. هي الصفات التي ورثتها والديك ولا تستطيع اختيارها او تغييرها، مثل لون طول القمة شكل الأنف، شكل الوجه، لون العينين، لون البشرة عند الولادة. 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 يبقى الصفات ديت أقدر أختارها؟ يعني في واحد مثلا وأنا وهو صغير كده يقول أنا ماما أنا عايز شعري، أو بنت يعني تقول لي ماما أنا عايز شعري يبقى طويل، أو يا ماما مثلا نفسي شعري يطلع لونه أصفر، أو نفسي عيني يبقى لونها زرقاء. محدش بيقدر يختار، ما فيش اختيار. زي الولاده كده، يعني زي الايه؟ سبحان الله، سبحانه وتعالى ربنا خلق كل واحد في يوم معين، صح ولا لا؟ هل يا ترى ممكن اجل اليوم ده؟ لا، انا بدي كمثال يعني، انما الصفات ما اقدرش اختارها او اغيرها، ما اقدرش اختار صفه معينه اقول انا نفسي ابقى عندي صفه كذا. بابا طلع مثلا قصير مثلا، يا انا عايز ابقى طويل، او العكس انا بابا طويل قوي انا عايز نفسي ابقى قصير. ما ينفعش اختار صفه وراثيه واقدر اغيرها، لان دي موجوده في بيسموها الجينات، حاجه بيسموها برضو كمعلومه يعني. حاجه الجينات دي عباره عن شريط كده مكتوب عليه كل حاجه خاصه بالانسان سبحان الله، مكتوب عليه لون شعره، لون جلده، طوله، بشرته عامله ازاي، شكل وجهه عامل ازاي، كل حاجه دي موجوده، حاجه اسمها الجينات موجوده داخل جسم الايه؟ الانسان. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى ما خلاش للانسان قدره ان هو يقدر يغير في خلقه، ربنا خلق الخلق دوت عشان مش واحد بقى كل واحد يغير بقى كل واحد بمزاجه، صح؟ يعني ما يجيش واحد مثلا حتى في بلاد متقدمه يقول كده ايه؟ انا عايز اخلي ابني مثلا يطلع مثلا طويل هو يكون قصير، او اخلي بنتي هو لونه اسود مثلا يخلي ابني مثلا لونه ابيض. لا، دي حاجات خاصه بالله سبحانه وتعالى خلقها، ولا يمكن الانسان التدخل فيها او اختيارها او تغييرها. تمام. طيب نقرا، من عايزين نسمع برضو تاني الصفات الموروثه من شكرا لك يا عبد الرحمن. اقرا محمد اسماعيل كده يا بطل الصفات الموروثه مره اخرى.
الصفات الموروثة أمم هي الصفات التي ورثتها من والديك ولا تستطيع اختيارها أو تغييرها، مثل لون الشعر، طول القامة، شكل الأنف، شكل الوجه، لون العينين، لون البشرة عند الولادة. شكرا ليك يا بطل، شكرا ليك. طبعا يعني زي واحد يقول لي مستر طب لون الشعر ده ممكن واحد يغير لونه، صح؟ لو عندنا معاك ممكن تغيره، في سيدات مثلا تغير لون شعرها، انما هي الحاجه دي حاجه دائمه؟ لا، ده حاجه مؤقته، حاجه بتحطها كده خارجيه. طب ويقدر واحد يغير طوله؟ لا. ينفع واحد يعمل يغير شكل اذنه؟ لا ما ينفعش. او شكل انفه؟ طبعا لا. تمام، الا بقى الناس بتروح تعمل عمليات بقى كده، طبعا وده كله حرام، اللي انا اغير في الشكل بتاعي اللي ربنا خلقه بيه سبحانه وتعالى. طيب نسمع كده عمر خطاب، يلا عمر تاني، الصفات الموروثه، عشان الامثله دي عايزه تتحفظ بقى في راسك كده. بقول لك اذكر بعض الصفات الموروثه، يلا يا عمر. يا عمر طيب نسمع حمزة، يلا يا بطل. هي الصفات التي ورثتها من والديك ولا تستطيع اختيارها أو تغييرها، مثل لون الشعر، طول القامة، شكل الأنف، شكل الأذن، شكل الوجه، شكل العينين، لون شكل العينين، البشرة، لون العينين. لون العينين، لون البشرة عند الولادة. ممتاز، شكرا ليك يا بطل. يبقى الامثله دي المفروض نحفظها. اول ما اقول لك لون الشعر صفه موروثه لغير موروثه؟ لا مستر، صفه موروثه. اقول لك شكل الانف، تقول لي اقول لك موروثه ولا غير موروثه؟ خلاص، يبقى احنا بناخدهم كده. طبعا هبعت لكم الملف ده برضو عشان نحفظ الحاجات ديت ونعرف ان دي صفه يا ترى موروثه ام غير موروثه. تعال نشوف بقى صفات غير موروثه، ايه هي الصفات الغير موروثه؟ ها ناخد منا البطل عمر محمد، يلا يا عمر، ايه الصفات الغير موروثه؟ الصفات الغير موروثه هي الصفات التي لم ترثها ترثها من والدك. والدك وتستطيع اختيارها أو تغييرها، مثل تصفيف الشعر، لعب الرياضة، ثقب الأذن، كيفية القراءة، شكل الملابس، المواهب. تمام، هل يا ترى هي دي الصفات بس اللي المفروض نحفظها؟ لا، ده في حاجات تاني. انا مثلا طلع والدي مثلا عامل بسيط كده خلاص، وانا طلعت اتعلمت ودخلت مدارس وخدت كورسات وتعلمت اقرا انجليزي احسن من بابا ومن ماما كمان، يا ترى دي حاجه موروثه ولا غير موروثه؟ موروثه. يبقى اكتساب مثلا اللغه او اللي انا تصفيف الشعر، يعني انا اغير شكل شعري، مش هغيره يعني مثلا شعر بابا وماما اسود. تصفيف الشعر مقصود بيه اللي انا ايه، اعمل قص حلاقه معينه، مش انت ساعات بتعمل قص بتاعت الديك او مش عارف قص كذا، هل دي صفه موروثه؟ هل يا ترى بابا عامل كده؟ لا طبعا. يبقى الناس اللي هي تغير تصفيف الشعر، يعني شكل شكل حلقه الشعر دوت، صفه غير موروثه، ممكن اختارها، ممكن اعمل حلقه الشعر زي مثلا لعيب من او فنان من الفنانين او اي حاجه، دي حاجه ممكن اغيرها. لعب الرياضة، هل يا ترى بابا بيطلع كان بيلعب كرة قدم، أنا طلعت بلعب مثلا تنس، هل يا ترى دي صفة موروثة لعب اختيار اللعبة؟ لا طبعا. مثلا والدتي البنات يعني، والدتي مثلا طلعت لقيتها لابسة حلق مثلا، وهي في حاجة في عند البنات بيخرب بيتقبوا ثقب كده في الأذن ويحطوا حلق، هل يا ترى عشان طلعت لقيت ماما مثلا أو أختي يعني ثقبة الأذن بتاعتها، قال لي أنا هتولد والأذن بتاعتي برضو مثقوبة؟ لا. ليه؟ لأن دي حاجة أنا اخترتها،
انا غيرتها كبنت، يعني كبنت هي اللي بتعمل ثقب في الاذن وهي مش مولوده، ربنا ما خلقهاش كده. تمام تمام برضو كيفيه القراءه، انا ممكن اطلع ويطلع والدي ما بيعرفش يقرا ولا يكتب، واطلع انا دكتور، اطلع استاذ في الجامعه، اعرف اقرا احسن منه. ليه؟ لان اكتسبتها من المجتمع والبيئه المحيطه. كيفيه القراءه دي اكتسبتها ومش مولود بيها، يعني مثلا مش شرط ان بابا طلع ما بيعرفش يقرا ولا يكتب اللي انا هطلع زيه، لا. او مثلا الاب ممكن يطلع يكون في مكانه كبيره دكتور مهندس، ان ابنه هيطلع مهندس، لا، ده ممكن بالاهمال هيطلع معلش يطلع انسان عادي خالص. تمام، يبقى دي صفه مكتسبه ان انا اتعلم القراءه. شكل الملابس، شكل الايه الملابس، انا طلعت لقيت بابا لابس جلابيه مثلا، هل يا ترى انا خلاص هتولد برضو وانا لابس جلابيه كده؟ لا، انا ممكن اغير ملابس بتاعتي، البس مثلا بنطلون وقميص، يبقى دي صفه مكتسبه من المجتمع اللي انا بعيش فيه. تمام، برضو المواهب، ممكن بابا ما بيعرفش او ماما تعرف مثلا ما عندهاش موهبه معينه يعني. تمام، يعني مثلا اذا ما يكون موهبه الرسم، تمام، هل يا ترى بابا وماما بيعرفوا يرسموا حلو جدا، هل يا ترى لازم انا اطلع بعرف ارسم؟ لا، لان دي ليست صفه وراثيه. تمام كده، يبقى في بعض الصفات المكتسبه من المجتمع ممكن اغيرها وممكن اختار. يلا نسمع مين بقى تاني يتكلم. عمر خطاب، يلا يا عمر. الصفات غير الموروثه، فين يا عمر؟ يلا يا بطل، الصفات غير الموروثه هي الصفات، هي الصفات التي لم ترثها من والديك، والديك وتستطيع اختيارها او تغييرها. تصفيف، تصفيف الشعر، ولعب الرياضة، وثقب الأذن، وكيفية القراءة، وشكل الملابس، والمواهب. تمام، ممكن تقول لي حاجة تانية يا بطل غير دول؟ أنا عايز عايزين نقول حاجة صفات مش وراثية، يعني مش مولود بيها وبنكتسبها وبناخدها من المجتمع، فكر لي في حاجة غير كده؟ يلا كل يفكر كده، كلام لعمر خطاب والباقي. أنا عايز الناس كده لو جنبيك ورقة وقلم اكتب لي ثلاث صفات وراثية أخرى وثلاث صفات غير وراثية. يلا خمس دقايق، جيب ورقة وقلم كده وتفكر ثلاث صفات موروثة غير اللي موجودين على الشاشة دلوقتي وثلاث صفات غير موروثة. يلا كل واحد يجيب ورقة وقلم كده ويفكر في ثلاث صفات ثانية موروثة وثلاث صفات غير موروثة. مستر، ايوه اتفضل. الصفات غير موروثه ممكن حاجات مفضله ليا. انا صوتك بيروح ويجي، انا عايزك تقرب من المايك عشان اسمعك بوضوح، اتفضل. هي الحاجات غير وراثيه. صوتك برضو بعيد، انا لو سمحت خليك قريب من المايك عشان اسمعك كويس وزمايلك يسمعوا. هو الحاجة لو مثلا عندي حاجة مفضلة دي حاجة غير وراثية؟ طبعا. يعني ممكن تقول اختيار نوع الأكل أو نوع الطعام موروثة ولا غير موروثة؟ غير موروثة. تمام.
مستر انا خلصت. طيب اتفضل يا بطل كده قول لنا وصلت لايه. الصفات اللي موروثة: لون الشعر، طول القامة، شكل الأذن. انت بس ما جبتش حاجة جديدة، احنا عايزين حاجة جديدة غير دول. مثلا الصفات اللي غير موروثة الموروثة يا مستر، مثلا الصفات الموروثة ان هو مثلا لو التسويل الجلد، لون الجلد، لون ما هي لون الجلد دي مقصود بقى لون البشرة. يعني الخلايا اللي جوه جسمك ديت ديت صفات موروثة، صح؟ وصفات ومن الصفات الموروثة برضو ان لو انت لو مثلا الحاجات الموروثة عندك لما الوقت مثلا مثلا لو انت مثلا لقيت نفس لقيت من اقدامك ممكن يبقى طول أقدامك مختلف عن أي حاجة تانية، ده صفات موروثة. وممكن برضو من الصفات الموروثة إن لو أنت عند لو مثلا ممكن يكون عندك اختلاف، يبقى ما تبقاش يعني في منك تشبه من الأم أو الأب. تمام. والصفات بقى الصفات التانية بقى اللي هي غير موروثة، اللي هي كتبنا اختيار نوع الأكل، تمام، واختيار الأدوات، تمام. ومثلا شرب المياه، ديت حاجات غير موروثة. طيب الشجاعة دي يعني موروثة ولا غير موروثة؟ لا دي تصور موروثة، يعني في مثلا بيتولد جبان وفي بيتولد شجاع، فديت لا ديت ازاي حاجة يعني ازاي يعني ايه بتقول الجبان؟ يعني يا مستر ان هو مثلا الحاجات ديت هو بيتعلمها، بيتعرف انت عليها. قلت بيتعلمها يبقى مش مولود، يبقى دي يبقى صفة ايه غير موروث. يعني مثلا جبت واحد، هديك مثال كده، واحد امير خلف ابن كده، ورحت اخدت الابن دوت، كان عايش في قصر وكان عايش في بيئه طبعا كويسه وهاديه ومرفه وكل حاجه وتعامل بهدوء وكل حاجه، وجبت الطفل دوت وهو عنده مثلا سنه، تمام، كان عايش عيشه كويسه اهو، ورحت حطيته مثلا في بيئه كلها مثلا صخب وناس على طول منفعله، و هيكتسب صفة الانفعال ولا لا، او الغضب والكلام ده منهم، ولا قلت ولا ما هو مولود، هو مولود بقى ايه كده؟ بس معظم الأطفال ما بي 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 أول ما بي بي بتبقى الكركبة وحاجات من دي، أو مثلا يبقى فينا حاجات كثيرة قدامهم بيخافوا بيترعبوا منها. ماشي. انا عايز اوصل لعبد الرحمن ايه، ان البيئة بتشكل بعض خصائص الانسان. يعني انا أيوة. لو جبت مثلا ماما، يعني اقول لك ايه، زي مثلا اكتساب اللغه، لو انا مثلا ماما خلفت او انا جبت ابني مثلا، بلاش عندكم، جبت ابني صغير اهو، المفروض انا بتكلم عربي، وخلفت ابن كده قلت له لا روح بقى، اول ما هو صغير كده وسفرته بره كده وقعد في امريكا مثلا، يا ترى هيتكلم ايه، عربي ولا يطلع يتكلم بقى انجليزي؟ انجليزي. لا ده ابوه وامه مصريين وبيتكلموا عربي، بس انا حطيته في بيئه عدلت منه، يبقى هو مفيش حد بيتولد باللغه بتاعته، صح ولا لا؟ ايوه، يعني مثلا يبقى اكتساب الاطفال اللغه دي او تعلم اللغه ده حاجه صفه موروثه ولا غير موروثه؟ غير موروثه. بس في حاجه عايزه اقولها لك يا مستر، ان اتفضل. الاطفال لما يسمعوا حاجه او يشوفوا حاجه بيعملوها وبيتعودوا عليها. زي مثلا لما يبقى الطفل يبقى مكتسبة، ده انت بتقول كده يبقى صفة مكتسبة من البيئة، صح ولا لا؟ صح،
هو اساسا الطفل لما يجي يسنن لازم يسمع الكلام، يسمع اي كلام وايه يقعد يتكلم يتكلم ويكبر. لو هو سمع، الكلام اللي بيطلع ده يا عبد الرحمن واللغه اللي هو بيكتسبها بيكلمها، انت مش هتكون مثلا انت بتتكلم عربي اهو لغه عربيه، ويطلع اخوك وبابا بيتكلم عربي وماما، ويطلع اخوك تلاقيه بيتكلم انجليزي لوحده، ينفع؟ هل ممكن يحدث؟ لا بس هو مثلا هتلاقي بقى هناك عشان في امريكا بقى بيدوا لغات وحاجات من ديت فبيتكلم يبقى عادي. تعلم اللغة ده، يبقى اكتساب اللغة ده حاجة موروثة ولا غير موروثة؟ غير موروث. ممتاز، يبقى قلنا كده نعدد كده تاني الصفات الغير موروثة، زي اختيار نوع الطعام زي ما انت ما ذكرت كده، ماشي، الغضب، الشجاعة، اختيار الملابس، تمام، اختيار الأدوات، تمام، اختيار النادي، انا اخترت مثلا انا بحب نادي معين، تمام، وبابا وماما بيحب يشجعوا نادي معين، هل يا ترى دي صفة موروثة؟ لا، دي صفة غير موروثة. الصفات الموروثة مثلا ممكن نقول شكل الأسنان، اكتسب اخد شكل الأسنان، ما انا مش ممكن هكون مثلا بابا وماما عاديين ويطلع شكل الأسنان بتاعتي زي شكل الأسد، ينفع سنك تطلع سنان أسد؟ لا بس انا مستر في حاجة، هو ممكن ليه 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 طيب ليه ليه ما تطلعش اسنانك زي اسنان الاسد؟ لان دي صفه ايه؟ غير موروثة. الاسنان يا بطل، الاسنان يعني بابا وهم اسنانهم عاديين، تطلع انت اسنانك سنان فهد او نمر، ينفع؟ لا هي صفات موروثة، يعني لما تمام كده، الاسد يولد ابن يبقى اسنانه زيه. تقول ده غريبة، هو لسه الابن صغير وما مسننش، بس هو حاجة موروثة. ما تمام، لازم يبقى شكل الاسنان دوت من الصفات الموروثه. برضو شكل اليد، انت شكل يدك عندك 5 اصابع، صح كده؟ هل يا ترى ممكن تطلع مثلا عندك 3 اصابع مثلا زي مثلا حيوان الكوالا مثلا او حاجه زي كده، ينفع؟ لا او في واحد عنده مثلا صبعين، بابا عنده 5 وكل يطلع واحد عنده صبعين، ينفع؟ لا طبعا، يبقى شكل اليد ديت او شكل الاصابع صفه من الصفات الموروثه. برضو ايه تاني؟ الرموش، عارف الرموش؟ الرموز الرموش اللي هي فوق، اللي فوق العين ديت على طول، عارف الرموش؟ تمام، هل يا ترى الصفة دي موروثة ولا لأ؟ يعني ممكن لا الرموش بتاعتي أقوم الصبح ألاقي أو أخويا يتولد الرموش بتاعته زي رموش مثلا بتاعت الجمل الكبيرة خالص دي؟ لا ينفع؟ طبعا ما ينفعش، لأن دي صفة موروثة بيكتسبها وتنتقل من الآباء إلى الأمهات. أتمنى النهاردة إن أنتم تكونوا أخدتوا فكرة جميلة عن الوراثة وفهمناها وعرفنا إيه هي الصفات، وفكرنا هو زي النهاردة زميلنا عبد الرحمن ما شاء الله عليه فكر في بعض الأمثلة أخرى للصفات الموروثة وغير الموروثة. تمام، وامتى تعال نجاوب اخر سؤال بقى عشان خلاص ما عادش معانا غير 2 دقيقة بالظبط. النشاط رقم 2، يتشابه الابناء مع الاباء، الاباء مع الابناء يتشابه في ايه يا ترى؟ عايزين مين معانا يشارك؟ ناخد احمد عصام. بس انا عاوز اجاوب. اتفضل يا دكتور. ايه في نشاط النشاط 2 يتشابه الأبناء مع الآباء في ها شكل الوجه. ممتاز ما شاء الله عليك. طب ناخد يلا احمد عصام رقم 2، لون العينين هي صفة ايه؟ احمد عصام، دكتور احمد بسرعة، طب ما عندناش غير دقيقة واحدة. مش انا ما عارف. لا مين معايا؟ عمر خطاب، قول يا عمر. لون غير موروث. غير موروث يا عمر؟ لا موروث. ها موروث ولا غير موروث اخر حاجة؟ موروث. موروث، انت لون عينيك لون عين مين؟ مش يا بابا يا ماما، صح كده ولا لا؟ بص يا وبص ماما بابا. يا بابا يا ماما، شكرا ليك يا عمر. طيب تعالى ناخد بقى مين معانا، ناخد شهاب، يلا يا شهاب. تصفيف الشعر، لون الشعر يعني تصفيف الشعر يعني الحلاقة دي من الصفات الموروثة ولا غير الموروثة؟ غير موروثة. ممتاز، غير الموروثة، ممكن أغير فيها، أغير حلقة، أعمل زي ميسي، زي مش عارف إيه الكلام ده. طيب
الأطفال يتطابقون. محمد إسلام الجوهري، محمد، يلا حمزة، حمزة بسرعة، حمزة